شرق آسيا، إيش أول شيء خطر ببالكم يوم قلت لكم الكلمتين هذه؟ في اللي منكم خطر على باله التطور والتكنولوجيا، وفي منكم اللي خطر على باله الأكل الآسيوي أو الموسيقى الآسيوية أو الثقافة الآسيوية عشان نكون دقيقين أكثر. تايلاند واللي هي واحدة من دول شرق آسيا معروفة بطبيعتها الخلابة وبأكلها اللذيذ، وبشكل عام الثقافة التايلندية معروف عنها أنها متشعبة جدا جدا. لكن الشيء اللي ما يعرفه أغلبكم إن الأساطير وبالذات المرعبة جزء لا يتجزأ من الثقافة التايلندية، ومع أن قصص الأساطير هذه قديمة وممكن أنها ما تكون صحيحة، لكن كثير من التايلنديين يؤمنوا فيها ليومكم هذا. والسبب إن احتمال أنها تكون صحيحة موجود. إذا حابين تعرفوا إيش هذه الأساطير وليش يؤمنوا فيها التايلنديين، تابعوا المقطع لنهايته. تقول الأسطورة إن في بنت كانت تتعامل مع الجن والشياطين والعياذ بالله، وكانت تسوي سحر أسود، فبسبب هذا الشيء انلعنت وصارت جيعانة طول الوقت. إذا شفتوها في النهار فرح تشوفوا إن شكلها طبيعي جدا زيها زي أي إنسانة، ولا يمكن إن يجي في بالكم ذرة شك إن هذه إنسانة ما هي طبيعية. لكن إذا شفتوها في الليل راح تغيروا هذه الفكرة تماما، تتحول لكائن ثاني تماما، ينفصل راسها عن جسمها وتبدأ تدور على أي فريسة تاكلها، وإذا ما لقت فما عندها مانع أنها تاكل الأجسام المتعفنة والفضلات، بس وجبتها المفضلة وتكون سعيدة جدا إذا لقت جنين أو الأجنة. يعني إذا شافت وحدة حامل رح تظل تلحقها ألين ما تقدر تاكل البيبي حقها أو المشيمة، يعني بالعربي ما توفر، إذا أمدها تحصل على بيبي أمدها، إذا ما أمدها عادي ما عندها أي مشكلة أنها تاكل المشيمة. فعشان كذا كثير من الأمهات التايلنديات يوم يولدوا ياخذوا مشيمتهم ويدفنوها بمنطقة بعيدة عن المكان اللي هم ساكنين فيه عشان يمنعوا الكراسوي من إنها تحوم في منطقتهم. ومن قوة ما أن التايلنديين من جد يؤمنوا في هذه الأسطورة، ففي كثير منهم يحطوا نباتات شوكية قدام بيوتهم عشان يمنعوا الكراسوي من إنها تحوم في منطقتهم، أو عشان ما تقرب على بيوتهم على الأقل. ومستحيل يتركوا أكلهم، لأن عندهم اعتقاد إن إذا تركوا أكلهم والكراسوي أكلت من بعدهم فهم رح يتحولوا لكراسوي بعد. لكن إذا اضطريت أنك تتعامل مع الكراسوي في يوم من الأيام، فخلي ببالك أن الشيء اللي تخاف منه اللي هو النار، فإذا سافرت لتايلند خلي معك ولاعة احتياط عشان إذا صادفك كائن غريب في الليل تعرف تتصرف. بدأت الأسطورة هذه بالقرن الثمنتاش، وبيقولوا إن في بنت اسمها مايناك متزوجة تعيش في منطقة قريبة من وات ماهابوت في بانكوك. بيوم من الأيام تجند زوجها، وهي بوقتها كانت حامل، فبسبب أن زوجها كان بفترة التجنيد فاضطرت أنها تقضي آخر شهور في الحمل لوحدها. ويوم جاء موعد ولادتها للأسف إن ماي توفت هي والبيبي، لكن بسبب انها كانت جدا متعلقة بزوجها وتنتظر متى يرجع فتحولت لشبح بي تاي تان كولوم، عاد يا رب اني قلت اسمه صح وما جبت العيد، واللي هو شبح البنت اللي تتوفى والبيبي لسه بداخلها. انتهت فترة تجنيد زوجها وجاء للبيت واستقبلته زوجته بكل حب، وهذه كانت اول مرة يشوف البيبي حقهم. كان مرة مبسوط انه واخيرا شاف زوجته وشاف البيبي حقهم، بس ما كان يدري إن اللي قاعد يشوفهم ما هم زوجته وابنه فعلا، هذولا من الجن ما هم بشر. وكل اللي كانوا في القرية كانوا يعرفوا هذا الشيء، وقالوا هذا الشيء لزوج ماي، قالوا له يا ابن الحلال ترى هذه ما هي زوجتك، هذا ما هو ولدك، انت ترى ما انت قاعد تتعامل مع بشر، انت قاعد تتعامل مع جن. بس بأي مرة كان ينقال لهذا الكلام كان يعصب ويفور ان هذا الكلام مو صدق، انتوا ايش قاعدين تقولوا، ليش قاعدين تحكوا هذا الكلام على زوجتي وعلى ولدي، فما كان يقتنع ابدا بهذا الشيء.
حتى جاء اليوم اللي شاف الشيء اللي خلاه يقتنع 100% بكلام سكان القرية. بوقتها ماي كانت قاعدة تطبخ وتستنى زوجها يرجع للبيت، وبالغلط طيحت ليمونة من الطابق الثاني للأرض، فمدت يدها، وتخيلوا إن ما مدت يدها بشكل طبيعي، لا مدت يدها زي لوفي في ون بيس، فمدت يدها ونزلت يدها من شباك الطابق الثاني إلين الأرض عشان تجيب الليمونة. فبوقتها دخل زوجها وشاف المنظر هذا، ما كان مستوعب أبداً الشيء اللي شايفه، إنه إيش فيه، كان مرعوب جداً ومصدوم ومو قادر يتخيل إن الكلام اللي قالوه القرويين عن زوجته وابنه كان صحيح. على طول راح لأقرب معبد، وهنا ماي قررت إنها تنتقم من كل شخص قال لزوجها إنها ما هي من البشر إنما من الجن. حتى تدخل الراهب هذا، ما أدري شو اسمه الصراحة، ما قدرت أحفظ اسمه، مرة صعب يا جماعة، وقدر يقنع ماي إنها توقف الشيء اللي قاعدة تسويه واقتنعت. طبعا السبب اللي يخلي كثير من التايلانديين يؤمنوا بهذه الأسطورة إن الراهب أخذ جزء من عظام جبين ماي عشان يحتفظ فيها كتميمة، والتميمة هذه موجودة الحين في معبد وات ماهابوت في بانكوك. التايلندية مصطلح تاي هونغ بيطلقوه على الأرواح اللي ماتت فجأة وهي ما هي راضية أو ما هي مبسوطة، فتتحول لروح ناقمة وتظل عالقة في عالمنا، وهالكلام ينطبق بالضبط على نانغ لوم. يقال إن نانغ لوم انقتلت بسبب إن كان في اثنين معجبين فيها، بس الإعجاب هذا تحول لمنافسة، فواحد بينهم قتلها. فإذا شفت نانغ لوم على الأغلب ما رح تعرف إنها مو بشرية، إذا كانت مديتك ظهرها ما رح تعرف إنها مو بشرية، لأن بالعادة تكون لابسة الملابس التقليدية التايلندية وقاعدة ترقص، بس بمجرد ما لفت رح تشوف جسمها المفصول عن بعضه ووجهها الملطخ بالدم. مين يصدق إن الجزيرة الجميلة هذه تتسمى بجزيرة الجن أو جزيرة الموتى؟ في الحرب العالمية الثانية الجنود الأمريكان بنوا قاعدة عسكرية هناك، وبوقتها مرض الملاريا كان منتشر جداً لدرجة إنه قتل عدد كبير من الجنود واندفنوا هناك، ولأن الجزر اللي كانت حول كامنوي أغلب سكانها مسلمين، فكانوا معتبرين الجزيرة مقبرة بالنسبة لهم، أي أحد يتوفى يأخذونا للجزيرة هذه ويدفنونا. حتى أن اللي مو مسلمين قاموا يسووا نفس الشيء عشان يمنعوا تفشي المرض أكثر، فبسبب أن يعني نسبة كبيرة من الناس أو عدد مهول من الناس اندفنوا في الجزيرة هذه، فنقدر نقول أنها تحولت من جزيرة لمقبرة ومعلم سياحي بنفس الوقت. فالناس اللي زاروا الجزيرة هذه بيقولوا إنهم يوم راحوا ما كانوا مرتاحين أبداً، كانوا حاسين بكآبة وبحزن، خصوصاً يوم يكونوا قاعدين يتمشوا وفجأة يسمعوا صراخ وأنين وأصوات ما لها أي تفسير منطقي أبداً. فعشان كذا مستحيل إنكم تشوفوا ناس جايين لهذه الجزيرة بالليل، بالعادة يجي السياح بالظهر بالعصر بأي وقت، المهم إنهم ما يجوا بالليل. بس يا ترى انتوا عندكم الجرأة انكم تقضوا ليلة كاملة في جزيرة كوك كامنوي؟ من سنة 1992 الشرطة سجلت 60 حالة إنهاء حياة في جسر سافان باك باكونغ الواقع فوق نهر، والكل كان يتساءل شلون تحول هذا الجسر لمحطة إنهاء حياة بالنسبة لكثير من الناس. تقول الأسطورة أن في 23 نوفمبر 2006 الشرطة لقت جسم يطفو في النهر، ويوم طلعوه كان جسم وحدة يدينها ورجولها مربوطين بربطات خضراء،
وفمها كان مغطى بحبل ملفوف حول رقبتها. فمن وقتها الناس بيقولوا انهم بيشوفوها على هيئة وحدة لابسة فستان احمر، وبالعادة تكون جالسة فوق سياج الجسر او برات توقف فوق الجسر وتظل تلوح بيدها حتى ينتبه عليها احد، ومن بعدها ترمي نفسها في النهر. لكن في سنة 2018 انتشرت قصة وحدة عمرها 25 سنة تقول ان بيوم من الايام كانت قاعدة تسوق سيارتها وكانت تمشي طبيعي، ففجأة تشوف وحدة واقفة عند الجسر وقاعدة تلوح لها. فالبنت وقفت سيارتها ونزلت وحست ان في شيء قاعد يسحبها او يجبرها انها تروح عندها. فبوقتها مر واحد وشاف البنت وهي قاعدة تمشي باتجاه الجسر، ظل ينادي عليها، ظل يقولها هيه ألو يا بنت الناس، انت قاعدة تسمعيني انت؟ ما كان في استجابة، البنت ما أعطت أي ردة فعل، لا التفتت عليه ولا كلمتها ولا أي شيء. ومن هنا عرف ان في شيء مو طبيعي ابدا. فطالع الولد بالمكان اللي هي قاعده تطالع فيه وشاف الشيء اللي هي قاعده تشوفه، يعني هو كان شايف البنت اللي لابسه فستان احمر. بس قبل ما توصل البنت للجسر الولد سحبها ومنعها من انها تكمل. فالبنت يوم كانت قاعده تتكلم عن تجربتها قالت انها وهي قاعده تمشي حست بضغط نفسي وبيأس مو طبيعي ابدا. والشيء الغريب انه مو بس هي اللي قالت هذا الكلام، لا، تجارب الناس الثانيين أو قصص الناس الثانيين كانت تتطابق بدرجة كبيرة مع قصة البنت هذه. يعني يوم يشوفوها يحسوا كأن في أحد قاعد يسحبهم أو في أحد قاعد يجبرهم، يعني كأنهم هم مو قاعدين يعني يتحكموا في أنفسهم، مو قادرين يتحكموا في أنفسهم أبدا، مو قادرين يمنعوا نفسهم من أنهم يكملوا. فهمتوا كيف؟ ففي منهم اللي حظهم كان حلو وشافهم شخص وقدر أنه يمنعهم ويوقفهم، وفي منهم للأسف كان حظهم سيء وانتهت حياتهم بطريقة مؤسفة. فعشان كذا إذا شفت بيوم من الأيام بنت لابسة أحمر وواقفة فوق الجسر، لا تطالعوا فيها ولا تقربوا منها. الصورة اللي قبل كان المفروض أنها تكون الأخيرة، لكن لأني حسيت أن المقطع قصير فحبيت أضيف هذه الصورة عليها. الجسر اللي قدامكم اسمه الجسر الأبيض، وهذا المكان مسبب قلق ورعب للتايلنديين ليومكم هذا. بس إيش السبب؟ بسنة 1964 جامعة كون كاين قررت تبني جسر عشان يقصروا المسافة بين مبنى العلوم ومبنى الهندسة، لأن الطلاب والمعلمين كانوا على طول بيشتكوا من هذا الشيء. وفعلا بنوا الجسر واختصروا وقت كثير عليهم، لكن ما مرت إلا فترة بسيطة والأشياء الغريبة بدأت تحصل، زي أن بعض من العمال اللي بنوا الجسر توفوا ورا بعض، وناس بيقولوا إنهم يوم يمشوا بالشارع القريب من الجسر فجأة يشوفوا واحدة واقفة على الجسر وتلوح بيدها. الكلام هذا كانوا بيتداولون الناس. طبيعي أقول لكم إن النسبة كبيرة ما كانوا يصدقوا أي شيء بينقال، واعتبروا إن هذا الكلام بس مجرد إشاعات. لكن الحوادث بالشارع القريب كل ما لها تزيد، وكل شوي يطلع واحد ويقول نفس الكلام، فمعقول إن هذا كله بس إشاعات؟ بس ما سألتوا نفسكم إن ليش كل هالأشياء بدأت تحصل يوم بنوا البرج بالتحديد؟ مع إن الجامعة والبرج بنفس المكان وبنفس المنطقة، بس عمره ما طلع كلام غريب عن الجامعة، فشمعنا إن البرج اللي بيطلع عليه الكلام؟ في ناس بيقولوا إن هالمنطقة بالأساس ما كانت منطقة عادية، كانت ساحة حرب، فنسبة كبيرة من رجال الشرطة والجنود ماتوا واندفنوا هناك. وفي ناس بيقولوا إنها كانت قرية وسكان القرية توفوا بسبب مرض معين واندفنوا هناك. فالمشكلة مو بالمنطقة نفسها، لا، بالمكان اللي هم بنوا فوق الجسر واللي هو عبارة عن قبور. مثل ما قلت لكم قبل شوي إن في حوادث كثير تحصل عند الشارع اللي عند الجسر، ففي قصة منتشرة لبنت جامعية توفت على الشارع القريب من البرج بس بطريقة غريبة جدا. بيومها كانت هي وصديقها راكبين دراجة نارية وبيتمشوا على الشارع القريب من الجسر، فبوقتها كان في حبل معلق بنص الجسر
بس لا هي ولا صديقها شافوا الحبل هذا، فالولد كعادته أسرع وكمل طبيعي. بعدين وقف عند محطة بنزين، ويوم جاي يكلم صديقته ما قامت ترد، فلف عشان يشوفها وما شافها، بس شاف جسمها وراسها مفصولين عن بعضهم بسبب الحبل اللي قلت لكم عنه، لأن اخترق رقبة البنت، ومن يومها الولد مستحيل إنه يعدي جنب منطقة الجسر الأبيض. وبس جايز، يا رب يكون المقطع عجبكم. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدي أول بأول. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا أنكم تحطوا لايك وتدعموا المقطع بأنكم تشاركوا مع أصحابكم، مع زملائكم، مع أي أحد. مرة راح أكون ممتنة لو سويتوا هذا الشيء، لأن هالشيء يحفزني أني أنا أستمر بصناعة المحتوى. اكتبوا لي تحت يا جماعة برأيكم، أي أسطورة من بين الأساطير اللي ذكرتها لكم أرعبتكم أكثر شيء وتحسونها أقرب للواقع؟ الصراحة ما أحس إن في واحدة قريبة للواقع، لكن أقرب الشيء يعني ها اللي هي آخر واحدة، واللي هي صراحة أكثر شيء خوفتني، يمكن لأن فيها تواريخ وفيها قصص من ناس، هذا الشيء كان خلاني كذا أخاف شوي وأقتنع شوينا ممكن ممكن، مع أنا شخصيا ما أصدق وما أآمن بأشياء زي هذه، لكن ما أدري أنتوا إيش برأيكم. اكتبوا لي تحت، وبرضو جايز اكتبوا لي يعني إذا حابين أنا أسوي أساطير لدول ثانية، إذا في اقتراحات مثلا لأسطورة معينة بس كذا تكون مرة طويلة، اكتبوا لي إذا حابين كذا نسوي مقاطع أساطير لدول ثانية تحت، وإيش الدول اللي أنتوا حابين أني أنا أسوي مقطع أساطير لها، اكتبوا لي كل هذه الأشياء تحت. لا تنسوا جايز أنكم تتابعوني على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي وتشتركوا بقناتي الجيمينج. بالمناسبة في ناس كثير ما يعرفوا أني أنا عندي قناة جيمينج، روح اشتركوا فيها، وترى جد يعني شخصيتي مختلفة هناك عن هذه. يب، وبس استودعتكم الله and I purple you. bye.